بخي لحظة زميلي ما بقى في عند زبونات اجوا لا يخطوا ساعتين زمان بنخلص يا حبيب قلبي لا ما بقى في لا ولا دقيقة فوتوا يلا يلا بونجور أول شيء أنا أكون كثير صاغين ومفتحين دماغنا حاضر اكتبوا مفرومة بقر مفرومة بقر هبرة بقر هبرة بقر كاستاليتا بقر كاستاليتا بقر بس ما بحث أصدق عندي شغل عندي شغل تعمل دقيقة بس هلا بحكي دقيقة أعطيك دقيقتين بس أسمد بقر أسمد بقر أسمد بقر أسمد بقر تفضل شو بتفرق الغنم عن أسمد البقر؟ بالسعر وبالطعمة لا أسمد غنم أسمد غنم أسمد غنم أيضا أسمد غنم أسمد غنم روستو لحمة روستو لحمة تفضل روستو عندي لحمة عندي شغل عندي شغل يا أخي معنا لك 5 دقايق ما راح ننزعجك بس هونيت ما عاد يفوت على المحل إذا جابوا هلا نيم شو هيك شو بعمل لحظة دقيقة بس أعطيني دقيقتين بس عامل مدرسة أنا هلا دقيقتين يا خيي دقيقتين ماني 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 سوجو 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 عندي اولاد جايين ياخذوا لحمه طلبات هون على الطاوله روق لقلك شو عم تعمل انت روستو روق ما عندي تلميذ هون يا خي لحظه صغيره انا قلت لك 5 دقائق يا خي تفضلي انا بس كنت بدي اسالك شو المقاني من شو معموله؟ المقاني بشو معموله؟ نعم المقاني مفرومة وكذا هلا بنرجع صدر الدجاج صدر الدجاج صدر الدجاج صدر الدجاج اسكالوب دجاج سادة اسكالوب دجاج سادة اسكالوب دجاج شو بدك خيي؟ قفلت المحل انت يا زلمة شو بدك خيي؟ قفلت المحل يا خيي عبد الله قفلت المحل عند زبونات يا خيي عبد الله عم درسهم شوي معلش قفلت المحل يا خيي يا خيي الله يرضى عليك قفلت المحل ما بقى بدي اشتغل بهالمصلحة بنام شو زي انا سجاجة ما بقى اشتغل بهالمصلحة انا كرمالك يا خيي ليه بس شو عم روضات انا هون؟ كبة غزينة هاي غزينة هيدي رح فكها بنام شو عامل تلاميذ انا هون؟ طيب شو 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 بدك؟ الحال عندي طلبات خا عم علمهم كيف كم كلمتين؟ لا ما في عندي مدرسه هون انا بدي اروح عريش قاطع عريش قاطع عريش قاطع يا حبيبي عريش قاطع ما في روضه هون عندي هلا عم اتعلم انا عريش قاطع بالبيت هيدي بيعرفوا خلاص صغيره كلها ساعتين ولا خيي لا يا حبيبي ولا سياحه ولا دقيقه شو؟ عبر عمل معروف ما في بخي لحظة صغيرة ما بقى في عندي زبونات اجوا ليوم ساعتين زمان بنخلص يا حبيب قلبي لا ما في لا ولا دقيقة خي انا عم اقول لك رح اسكر المحل انا بعطي دروس خصوصيه روق لاقول لك رح اسكر المحل هلا اديك لحظه 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 يا خي لحظه الله يرضى عليك اصمت الدجاج اصمت الدجاج ولا شيء بنوك نهائيا خلص يا حبيبي شو بك انا سودا الدجاج ولا شيء بنوك خلص الله معك حبيبي عمله معروف بيت غنم بيت غنم عمله المعروف رد الكراسي لما تطلع يا حبيبي لا ولا دقيقه شو بدك؟ خلص يا خيي يا خيي انا استاذ بعطي دروس خصوصية لا يا حبيبي ما في دروس ليك ما بقعد بعلمهم ها ما بعرف يلا ما في نفس ما في لا نفس ولا شيء ولا شيء بنام خلص يا خيي لحظة ولا شيء خلص يا خيي عامل لك ساعتين زمان ولا ما في خلص يا زلمة انه شو المشكلة ولا دقيقة خلص انتهت المحل سكرت لي ليش شو عم نعمل نحن؟ سكرت لي المحل همبرجر همبرجر سكرت لي المحل همبرجر 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 عندي زبونات عندي زبونات جاي لعندي تاخذ شاورما 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 يا حبيب قلبي شاورما جاي علمهم ولاد صغار انا هلا ادني شو شاورما شو زعجك انا بالبيت شو زعجك يا حبيبي عندي انا شاورما مفعول كوردون بلو لا كوردون بلو يا حبيبي كوردون بلو استاذ شو استاذ عمله معروف عندي طلبات انا نحن بناخذ الاوامر من الاستاذ لا يا استاذ فخذوا صدر فخذوا صدر فخذوا صدر ما في عندي هذا اي شيء هذا الغيطه خلص سكرت المحل ما بقى في هذا شو زعجك ما بفهم ما بقى في لحمه شو اللي عندي عندي طلبات انا رح اسكر الكرميله خلتني ما بقى في اسكالوب دجاج محشي الله معك الله معك الله معك حبيبي يلا كبه مع لك يلا يا حبيبي كبه بتعلمك بالبيت يعلمك بالبيت يلا
حمص التبر يا رب في جيش ما في شيء عمل معروف طب لا صراحة ما عمل معروف لبرا عمل معروف لبرا أنا خلص ما بقى أنا مش الحق علي شو الحق عليك حق صاحب المحل خلينا نركب لحظة حق صاحب المحل خلينا نركب كاميرات ونعمل فيك الضرب نحن التلفزيون اللي انت فيه عم نصورك كاميرا هون وكاميرا برا وفي واحدة فوق همبرجر همبرجر